يعني حضرتك اهتمامك بالفترة بتاعت المماليك والفاطميين ثم الدولة الطولونية بتختاريها دايما ومعظم رواياتك عنها، اشمعنى؟ هي عشان الفترات دي بالذات حاسس ان هي مظلومه شويه في التاريخ بتاعنا، غامضه، محدش اتكلم عنها كتير، فيها معلومات كتير يمكن مختلطه علينا. انا شخصيا ما كنتش اعرف حاجه عن المماليك خالص لحد ما بدات الدراسه في 2013. استمريت في دراسه التاريخ الاسلامي حوالي 10 سنين دلوقتي، يعني احنا في 2023 فيعتبر 10 سنين. الحقيقه كل يوم افاجئ بروعه ويعني حضاره وإنسان أخذ اختيارات، ساعات اختيارات صحيحة وساعات اختيارات خاطئة، لكن بأفاجأ بروعة هذه الحضارة وثرائها اللي احنا برضو ما كناش نعرف عنه كتير وما درسناهوش باستفاضة في المدارس. يعني أنا فاكرة في المدرسة، يعني بداية حبي للتاريخ الإسلامي الحقيقة هي بدأت وأنا في سنة تانية ثانوي، كان 16 سنة ساعتها، والسنة دي لازم أشكر مدرسة لا أتذكر اسمها، دخلت علينا وقالت اقفلوا الكتاب وأنا هحكي لكم حكاية، وبدأت تحكي التاريخ الإسلامي عن طريق حكايات. فقد إيه المدرس ممكن فعلا يأثر في الشخص يعني. فأنا من ساعة ما هي بدأت تحكي عن طريق حكايات وأنا مهتمة جدا إن أنا أفهم بقى أكتر عن التاريخ ده وأفهم عن الإنسان، مش عن الأحداث التاريخية، مواقعة كذا والدولة دي بدأت سنة كذا وانتهت سنة كذا، ونحفظ السنين ونبقى بس إيه اللي عملته الدولة وإيه اللي ما عملتوش الدولة. لا، أنا عايزة أعرف أكتر عن الإنسان، الصراعات اللي واجهته، التحديات الاقتصادية اللي واجهته، الإنسان تحديات المصري الإنسان المصري تحت طبعا ظل أولا، دولة ما. الإنسان المصري أولا، وعمل إيه، دوره كان إيه في الوقت ده. دي كانت طبعا بالنسبة لي مهمة جدا، وأنا برضو معنية بالإنسان عامة، يعني بحس إن الكاتب لازم يبقى اهتمامه بالبشر كلهم. عشان كده أنا بحس إن لما نقرأ مثلا شكسبير، مع إنه بيكتب على شخصيات ملهاش دعوة بينا، لكن لمست فينا شيء. يعني هاملت لمس فينا الشخصية المترددة، موجودة عند كل البشر. فأنا شايفة إن الكاتب لازم يبقى يعني اهتمامه الأول بالإنسانية أكتر من أي حاجة.